أهلا بكم سادة الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بعيدا عن السياسة. طور عدد من الباحثين في جامعة الشرق الأوسط التقنية بالعاصمة التركية أنقرة ألعابا إلكترونية تساعد المرضى على التخلص من مشاكل ضعف البصر، ولا تحتاج اللعبة المبتكرة التي تحمل اسم غوزغو أي المراقب، لا تحتاج إلى استخدام اليدين، إنما يتم إدارتها عن طريق حركة العينين فقط. والمشروع يهدف إلى تحسين البصر عند الذين يعانون من إعاقات نسبية في الرؤية. وأوضح المطورون أن الألعاب المبتكرة توفر للعينين التمارين المطلوبة من خلال تتبع ما يجري داخل اللعبة والتحكم بعناصرها عن طريق حركة العينين. كست الثلوج البيضاء مساحات من منطقة عين الصفراء الجزائرية وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة، ووصل ارتفاع الثلوج المتساقطة إلى نحو 60 سنتيمتراً، ولم تعتد المناطق الصحراوية في الجزائر تسجيل تساقط ثلوج، كما أن المطر نادراً ما يهطل فيها، ولقي مشهد الثلوج في قلب الصحراء إعجاباً واسعاً على المنصات الاجتماعية، وأبدى معلقون ذهولهم أمام مشهد الرمال الملتحمة بالثلوج الناصعة. وإلى إبداع الفن والفنانين، إذ ربط الرسام البوسني زكريا نالتس الماضي والحاضر والمستقبل بلوحات فنية يرسمها على ألواح خشبية قديمة يجمعها من المباني الأثرية في سراييفو، ويحكي بها ما كانت ستقصه تلك المباني لو كانت تستطيع الكلام. وقال الرسام إنه يمر على المباني الأثرية القديمة المهدمة ويجمع ألواح الخشب التي كانت ستلقى في القمامة، ويستخدمها لرسم مشاهد من حياة تلك المباني في الماضي لتتعرف الأجيال المقبلة على تاريخها. وإلى أخبار أصحاب الهمم العالية، فبالرغم من فقدانه لبصره إلا أن ذلك لم يشكل عائقاً أمام الموظف التركي أوركان كورت ذو 46 عاماً من النجاح فيما عجز عنه الكثيرون ممن لا يشتكون من أي إعاقة، إذ يحفظ كورت الموظف الكفيف في مقسم هواتف في إحدى المستشفيات جنوبية تركيا يحفظ حوالي 2000 رقم هاتف لمستشفيات أخرى ومراكز صحية، فضلاً عن عدد كبير من الأطباء. ويلقى كورت الكثير من الثناء والإشادات ممن حوله لتفانيه في عمله وأدائه مهامه على أكمل وجه. توصلت شركة فورورد إكس ريبوتكس إلى صناعة حقيبة ذكية ذاتية الحركة، وتعمل الحقيبة بتقنية التعرف على الوجه والتتبع الآلي والتي تجعل يديك حرة تماماً عند الحركة في المطارات. وتقوم الحقيبة عند النظر إليها بتسجيل البيانات الشخصية للاقتران مع المستخدم، ولا داعي للقلق والخوف من سرقة هذه الحقيبة، فهي مزودة بإنذار ينبهك عندما تخرج عن نطاق معين من حولك، وتصل سرعة هذه الحقيبة بحد أقصى إلى 7 ميل في الساعة. أطلقت بلدية قضاء صيبين بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا مشروع تاكسي النفايات لجمع القمامة بشكل عملي وفي وقت أسرع،
وتعمل عربات تاكسي النفايات على جمع القمامة المتراكمة في الأزقة والأحياء والأرصفة بشكل عملي وسريع خلال ساعات النهار، فضلاً عن تلبية مطالب المواطنين عبر رقم هاتف مخصص لهذا الغرض. تعاونت شركة باناسونيك مع مدينة دنفر الأمريكية لتشييد ثاني أذكى مدينة في العالم، ويتوقع أن يستغرق إنهاء المشروع نحو 10 أعوام. وأظهر تطبيق التقنيات الحديثة على أنظمة طرق المدينة تقدم عملية البناء بالقرب من مطار دنفر الدولي. وتستخدم المدينة الذكية التقنيات الحديثة في تطوير بناها التحتية، ويتوقع تدشين مدينة دنفر الذكية في العام 2026، والتي ستكون مثالاً لامعاً يظهر تضافر العلوم والتقنيات لتوفير حياة كريمة للبشر. أنشأت جمعية المكفوفين في الكويت أول دار نشر بلغة برايل في الوطن العربي في إطار سعيها لتذليل الصعاب التي تواجه هذه الفئة من الناس. وتسهم الجمعية في إثراء منتسبيها معرفياً من خلال مكتبة بلغة برايل، وهي لغة الكتابة والقراءة الخاصة بالمكفوفين، إذ تطبع الجمعية الكثير من الكتب وتصدرها إلى المكتبات مثل الكتب الدينية والثقافية والتاريخية والاجتماعية. تستخدم جمهورية إنغوشيا الروسية تقنيات فريدة لتحويل جلود الأسماك إلى مادة تستخدم في مختلف جوانب الحياة. فجلود الأسماك موجودة في العالم بكثرة وهي تلوث البيئة، لكن التقنيات المتاحة تسمح بمعالجتها والاستفادة منها. فبعد أن كنا نلقي بتلك الجلود في القمامة، أصبحت الآن تحظى باهتمام وعناية كبيرة. ففي هذا المكان تعالج وفقاً لتقنيات حديثة على نطاق صناعي لاستخدامها فيما بعد في إنتاج الملابس وأدوات مختلفة. فالقائم على هذا المصنع رأى أن بعض الشعوب تستخدم هذه الجلود في صنع ملابسها، فأعجب بالفكرة. وعملية تحضير الجلود تبدأ من تنظيف واستئصال قشور الأسماك، ثم تخضع لإزالة الدهون، بعدها تلون بأصباغ طبيعية، وفي الختام تخضع للكي لتتحول هذه الجلود إلى رقائق جميلة ومتينة وسهلة الخياطة. وجلود الأسماك موجودة في العالم بشكل كبير، لكن لم يتم توظيفها بالشكل الصحيح في مجال الصناعة. ثم بدأت دول كثيرة تهتم بها وتطورها مع التطور التكنولوجي، ولم تعد هذه الجلود محصورة في صناعة الملابس والحقائب. فهنا في هذا المصنع يلتقي عدد من الفنانين ليستخدموا جلود الأسماك في رسم اللوحات،
فكل هذه اللوحات الرائعة استخدمت في رسمها جلود الأسماك. وهكذا تزدهر هذه الصناعة في جمهورية إنغوشيا التي لا تطل على البحر، لكنها تنطلق في إبداعها بهذا المجال الذي قد يتحول في السنوات المقبلة إلى إحدى الصناعات الواعدة في العالم. بلقيس بني هاني، سيدة أردنية اقتحمت عالم تصليح السيارات متجاوزة الانتقادات التي تعيب على المرأة العمل بمثل هذه المهنة. هي فكرة، أنا كنت بحب أني أعرف شو السيارة لإيش بتكون، أول شيء رغبة داخلية مني أني أنا أشتغل موضوع السيارة، والشغلة الثانية أنه حاجة السيدات لكراج مثل هذا النوع من الكراجات أنها ما تفوت على المدينة الصناعية وتلاقي كل شيء مهيئ لها بسهولة. هذه السيدة البالغة من العمر 34 عاماً تمتلك واحدة من أوائل ورشات إصلاح السيارات الخاصة بالنساء فقط، فلا تراها إلا وهي تنظر بتمعن أسفل غطاء محرك السيارة، واضعة في يديها قفازاً ومرتدية ملابس ملطخة بزيوت السيارات. وتقول بلقيس إنها قررت العمل بهذا المجال لتوفر مكاناً آمناً يمكن للنساء فيه إصلاح سيارتهن دون حاجة لمرافقة أقربائهن من الذكور. سمعت إنه في طبعاً مركز للتصليح للسيدات، وبالعكس أنا رحبت كتير بهاي الفكرة إنه بتكون هيك عدم إحراج للست. أنا بتيجي هون بكل أريحية كونها بتكون تتعامل مثل على أي ست، يعني لأنه عفواً صعب كتير للست إنها تفوت المدينة الصناعية، فهون بالعكس فكرة كتير حلوة وأنا رحبت كتير فيها، ولما سمعت عنه أنا جيت أعمل سيارتي هون. بالإضافة لأن هذه السيدة ترغب في أن تؤدي عملاً تحبه وتكون لها فيه بصمة وأثر، كذلك تسعى إلى رفع معاناة السيدات في تصليح سيارتهن، فإن بعض السيدات كانت تضطر للانتظار قبل أن يوافق زوجها وابنها أخذ سيارتها لتصليحها قبل افتتاح ورشة زهرة إربد التي تديرها بلقيس. أما عن أهدافها المستقبلية فتشير بلقيس إلى أن هدفها الآن هو تدريب النساء على أن يصبحن فنيات إصلاح سيارات، كما تأمل أن توفر فرص عمل للنساء من خلال افتتاح مزيد من الورشات التي تخصص للنساء في أنحاء المملكة الأردنية. تطلعاتنا المستقبلية أني أنا بحلم أنه يكبر المشروع، يكون مش بس بإربد، ينتقل لأماكن ثانية. الفكرة أنه تكون أني أريح السيدات بكل الجوانب، حتى الجانب الميكانيكي أو الجانب اللي هي تمتلك سيارة شو ما كان نوعيتها.
فوائد زبد البحر: يساهم في التخلص من الرمل والحصى في المثانة والكلى، يصفي البشرة ويستخدم لعلاج الثعلبة، يشد الترهلات لا سيما بعد فقدان الوزن، مفيد جداً في تبييض الأسنان، يعالج القوبة والجرب والبهاق، يستخدم في علاج عسر البول، يعمل على إزالة البثور، ويستعمل زبد البحر في علاج التجاعيد. Thank you.